الخيانة بتجيب دم، والدم بيجيب موت وخراب. أما الغدر فده من صفات اللئام، وممكن في لحظة يتغدر بيك وانت قاعد في حالك ونواياك طيبة. ولكن لما الغدر والخيانة يجتمعوا مع بعض هيعملوا لغز النهاردة، وعلشان نحل اللغز فلنبدأ التحقيق. السلام عليكم واهلا بيكم في ستوري جديده. حلقه النهارده هيكون فيها 3 قصص بيصوروا الخيانه والغدر. قبل ما نبدا ليا رجاء بس عندكم، النهارده تقريبا بيكون مر شهر على وفاه ستي، فاستاذنكم لو تدعوا لها دعوه صادقه من قلبكم ان ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنه. وعلشان ما اطولش عليكم خلونا نبدا على طول في حلقه النهارده. سنة 1931 في محطة قطار لوس أنجلوس، وفي القطار المتجه لأريزونا، بنت شابة واقفة لوحدها ومعاها صناديق خشبية تقيلة جدا، والبنت باين عليها التوتر والقلق ومدارية ايديها المصابة بطلق ناري تحت الشال الفرو اللي هي لابساه. طلبت من عامل المحطة يشيل الصناديق دي معاها ويحطها في العربية أو المقطورة الخاصة بالبضايع علشان تنقلهم لأريزونا. العامل كان مستغرب من حجم الصناديق وتقولها، فالبنت دي دفعت له ضعف المبلغ اللي المفروض بيتم بيه شحن الصناديق علشان يعني يوافق على نقلهم وهو ساكت وما يتكلمش كتير. وفعلا العامل اول ما شاف الفلوس وافق على طول، واخد الصناديق حطهم جوه مقطورة البضايع. وبعد ساعات من وصول القطار لمحطة فينيكس في اريزونا، العامل اكتشف ان الصناديق اللي موجودة في عربية البضايع نازل منها سائل احمر ريحته كريهه. كل اللي فكر فيه وقتها ان الصناديق دي ممكن يكون متهرب جواها مثلا لحم غزلان، وقرر يفتح الصناديق بنفسه. فطلب من البنت صاحبه الصناديق تفتح اقفال الصناديق بالمفاتيح اللي معاها. فساعتها البنت بان عليها القلق والتوتر جدا، وعملت نفسها بتدور في الشنطه على مفاتيح الاقفال بتاعه الصناديق، وقالت له ده انا الظاهر نسيتهم مع اخويا، هروح اجيبهم واجي لك تاني على طول. خرجت من المحطه وما رجعتش تاني ابدا. ولما اتأخرت قوي العامل كسر الأقفال بتاعة الصناديق وفتح الصناديق كلها، واكتشف ان اللي موجود جوه الصناديق أشلاء بشرية. سنة 1905 اتولدت ويني روث جود في ولاية انديانا لأسرة هادية وسمعتهم كويسة، بس ويني كانت مشاغبة وبتاعت مشاكل، وأكتر من مرة بلغت أبوها إنها حامل، وياخدها ويكشف عليها يلاقيها مش حامل ولا حاجة، فكانت بتشتغل أبوها كتير، فبدأ أبوها ساعتها يقلق على صحتها العقلية، لكن في النهاية اقتنع إنها في سن المراهقة ومصيرها تعقل، ولما عمرها بقى 17 سنة اشتغلت ممرضة في مستشفى، وساعتها اتعرفت على دكتور ويليام سي جود واللي كان اكبر منها ب 26 سنة، ورغم فرق السن الكبير ده اتجوزته. ويليام كان من محاربين الحرب العالمية الاولى، وكان شخص مدمن على الكحوليات ودايما سكران، وعلشان كده ما كانش بيستمر في اي وظيفة، ولكن نظرا لنقص الاطباء وقتها تم تعيينه في واحدة من المستشفيات في المكسيك. وقتها عرفت ويني انها حامل بجد المرة دي، لكن ويليام رفض انها تحتفظ بالطفل بسبب انها لسه صغيرة ومش هتقدر تتحمل المسؤولية، فسمعت كلامه ونزلت الطفل. وبعدها بفترة اكتشفت انها حامل للمرة التانية، بس المرة دي بقى أصرت إنها تحتفظ بالطفل، بس بعد فترة من حملها الطفل مات في بطنها، وبدأت حالة ويني النفسية تتدهور جدا، وويليام ما كانش بيقدم لها أي نوع من الدعم النفسي، لأنه أصلا ما كانش حاس بالدنيا من كتر تعطيل المورفين والسكر اللي هو فيه، وطبعا كالعادة ما عمرش في شغله في المستشفى بتاعة المكسيك واتطرد منها، ورجع تاني لفينيكس في أريزونا. وبحالة الإدمان اللي كان وصل لها ويليام، قررت ويني انها تدخله مصحة يتعالج من الادمان، وبدأت هي تدور على شغل لحد ما قدرت تلاقي وظيفة كمربية اطفال، وطبعا كانت سعيدة جدا بالشغل ده لانه هيعوضها من حرمانها من الاطفال. وبعد فترة من شغلها اتعرفت على صديق للعيلة اللي بتشتغل عندهم اسمه جاك هاليرون، وده كان شريك في اكبر ساحات الخشب في فينيكس. راجل متجوز وعنده اولاد، بس سمعته كانت سابقاه، عينه زايغة، ومعروف عنه ان هو متعدد العلاقات، وزي ما بيقولوا عليه كده اي ست بيشوفها بيوقعها، وطبعا ويني كانت واحدة منهم،
وقعها في حبه بسرعة وساعدها تلاقي وظيفة تانية كسكرتيرة في عيادة خاصة. وهناك ويني اتعرفت على زميلتها في العيادة أجنس ليرو الشهيرة بآني، وزميلتها التانية هيدفيش سام ويلسون الشهيرة بسام. سام وآني كانوا مطلقين وعايشين مع بعض في بيت واحد قريب لشغلهم، بيقسموا الإيجار بينهم يعني. أما ويني بقى فجوزها خرج من المصحة في الوقت ده وقدر يلاقي شغل في لوس أنجلوس. ساب ويني وسافر علشان يشتغل في مقر الشغل بتاعه. وقتها ويني قررت إن هي تسيب البيت وتشوف مكان تاني تأجره يبقى قريب لشغلها، فجابت مكان قريب من بيت آني وسام، وبقوا كل ليلة يتجمعوا التلات بنات ومعاهم جاك اللي ما بيجيش لوحده وبيجيب معاه أصحابه الأغنية، ويسهروا بقى كلهم سوا. بدأ جاك بقى في الوقت ده ينجذب لآني أكتر، خصوصا إنها كانت أصغر بنت فيهم، كان عمرها وقتها 24 سنة، وهي كمان واضح إنها حبته وكانت منجذبة ليه. وفي يوم هما متجمعين في سهرة من سهراتهم، ويني عزمت صديقة جديدة معهم في الشغل تيجي تقضي معهم السهرة دي. الصديقة كان اسمها لوسي، وطبعا ده ما يعديش من تحت ايد جاك ابو عين زايغة بسهولة كده، وعلى طول بان عليه ان هو معجب بلوسي، ويومها عزمها تقضي معاه اسبوع في رحلة صيد. خلصوا سهرتهم في اليوم ده ومشيوا كلهم، وتاني يوم راحت ويني لبيت آني وسام وتفاجئت ان هم متضايقين منها جدا بسبب لوسي اللي جابتها معاها السهرة امبارح، واتهموها انها جابتها علشان تخطف جاك من وتوقعوا في شباكها، وهددوها انهم هيقولوا لجاك ان لوسي مريضة بالإيدز وانها عرفتها عليه بالقصد علشان تنقله المرض. وبدأ النقاش بينهم يتطور ويبقى حد جدا، لدرجة ان آني طلعت مسدس وهددت بيه ويني انها هتقتلها. فويني جت تدافع عن نفسها وتاخد المسدس من آني، فانطلقت رصاصة من المسدس اصابت ويني في ايدها، فالصراع اشتد بينهم هما التلاتة. واثناء ما هما بيحاولوا يخطفوا المسدس من بعض، وفجأة انطلقت رصاصة كمان من المسدس، بس المرة دي جت في آني، وآني وقعت على الأرض فورا. طبعا سام اتصدمت من اللي حصل ده ومسك الترابيزة كانت جنبها ورفعتها وضربت بيها ويني على رأسها، بس ويني ما جرالهاش حاجة. ويني المرأة الحديدية، وبدأت ويني علشان تنتقم تضرب النار على سام هي كمان، لحد ما قتلتها هي كمان. وقعدت ويني مصدومة بين الجثتين ومش قادرة تصدق انها قتلتهم، لحد ما جاك جه وشافها وبدأت تحكي له اللي حصل وهي منهارة. وتاني يوم على طول بيكون معاها الجثث في صناديق وواقفة بيهم في محطة القطر علشان تهربهم على ولاية تانية وتتخلص منهم هناك، او تسيبهم في القطر وتهرب خالص. ولكن من حظها السيء انه تم اكتشاف الجثث دي زي ما قلنا، وان لما هربت من المحطة الدنيا اتقلبت هناك واخبار الجريمة بقت في كل مكان، وتعرفت القضية وقتها باسم قاتلة الصناديق. تشريح الجثث اثبت ان تقطيع الجثث مستحيل يكون تقطيع عشوائي كده، اللي قطع الجثث دكتور فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه، وكان بيقطع الجثث باحترافية وكأنه بيعمل عملية جراحية مثلا، وكان واضح ان اماكن الجروح نظيفة جدا. وبعد 4 ايام من هروب ويني شكلها كده زهقت من الهروب بسرعة، فسلمت نفسها للشرطة وقالت لهم انها كانت بتدافع عن نفسها وقتلتهم بالغلط اثناء الصراع. لكن المدعي العام كان عنده رأي تاني وقال ان ويني قتلتهم وهم نايمين بسبب الغيرة، لانها استحالة تقطع الجثث بالدقة اللي اتقطعت بيها دي وتشيل الصناديق وكمان تنظف المكان اللي هو مسرح الجريمة بايديها المصابة بطلق ناري وكل ده لوحدها، واكد انها هي اللي ضربت نفسها بالنار بعد ما خلصت جريمتها علشان تحبك القصة بتاعتها. وقال كمان ان اكيد ليها شريك تاني في الجريمة وهو اللي عمل باقي الخطوات بالنيابة عنها او شاركها في كل خطوات العملية. وويني ما كانش فيه اي دليل بيثبت كلامها، بس برضو ما كانش فيه اي دليل بيثبت كلام المدعي العام، لان مسرح الجريمة كان متنظف كويس جدا ومفيش اي حاجة تثبت النظرية اللي قالتها ماري او المدعي العام، وكمان ما توجهش لجاك اي تهم نهائيا. كل اللي اتقال عليه وقتها ان الجريمة كان دافعها الغيرة عليه بس وهو ملهوش ذنب. وفي النهاية اتحكم على ويني بالاعدام بالشن، بس غموض القضية وتفاصيلها المبهمة خلى ناس كتير تراسل السلطات وتطالب بتخفيف الحكم على ويني، وكمان المحامين طلبوا الكشف عن صحتها العقلية، وفعلا تم وضعها في مصحة نفسية تحت شرط إذا تم إعادة تأهيلها وتعافت يتنفس فيها حكم الإعدام. لكنها أصلا حاولت الهروب من المستشفى 7 مرات، آخر مرة كانت سنة 1962، وفضلت هربانة لمدة 6 سنين كانت خلالهم بتشتغل ممرضة خاصة في بيت واحدة من الأغنياء. وبعد 6 سنين وصل بلاغ سري للشرطة بعنوانها وتم القبض عليها ورجعوها من تاني للمستشفى، وفضلت فيها لحد سنة 1971. ساعتها أطلقوا سراحها وراحت عاشت في كاليفورنيا وغيرت اسمها لماريانا لين،
وعملت علاقات وصداقات كتير هناك مع جيرانها، والكل كان بيحبها لدرجة ان هما كانوا بيقولوا ان اكيد الجريمة متلفقة لها، وان مستحيل الملاك دي تكون قاتلة او حتى متورطة في الجريمة من بعيد، وان جاك هو اللي نفذ الجريمة كلها وخرج منها بسبب نفوذه، وانه شخص غني قدر يبعد عن نفس الشبهات بفلوسه ورشاويه، وعاش هو حياته وضحى بويني. وفي النهاية ماتت ويني سنة 1998 عن عمر 93 سنة. اكتبوا لي رأيكم في القصة دي، تفتكروا ويني هي المجرمة ولا جاك هو المجرم ولا الاتنين ساعدوا بعض؟ في مارس 1953 في بوربانك بولاية كاليفورنيا، البستاني اللي شغال في بيت السيدة مابل كان جاي علشان يشوف شغله في الجنينة بتاعتها زي كل يوم، والنهاردة اخد باله ان باب البيت بتاعها مفتوح، فنده عليها لكن محدش رد، فشك ان البيت ممكن يكون اتعرض للسرقة، فدخل علشان يطمن عليها، لان السيدة مابل كانت عايشة في البيت ده لوحدها ومش من عادتها ابدا ان هي تسيب الباب مفتوح. ولما دخل اكتشف ان السيدة مابل اللي عمرها 63 سنة مرمية على الأرض غرقانة في دمها، وإيديها متقيدة ورا ظهرها، ووشها كله كدمات زرقاء من شدة الضرب، والبيت كله كان متبهدل، وواضح إن حصل هنا فعلا عملية سرقة. بس قبل ما نعرف مين الضحية اللي ما كانش ليها أي ذنب في القصة دي كلها، هنتعرف على بطلة قصتنا الأساسية في القضية دي. سنة 1923 في سجن أوكلاند بكاليفورنيا اتولدت الطفلة باربرا لأمها هارتنس وود، ودي كانت سجينة قاصر، وعلشان ما ينفعش باربرا تتربى مع أمها في السجن فتولى تربيتها حد من قرايب هارتنس، ولما خرجت من السجن رفضت انها تستلم بنتها وتربيها، وقالت لهم انا مش عارفة اكون مسؤولة عن نفسي اصلا علشان اربي طفلة، ابعدوا عني. فبدأت حضانة باربرا تتنقل من قرايب لجيران، وكل ده كانت طبعا مرمطة وبهدلة عليها، وعمل عند باربرا عدم استقرار نفسي. عدت السنين وكبرت باربرا، وفي مرحلة المراهقة بدأت تميل لانها تفضل في الشارع احسن ما تعيش في بيت حد، لحد ما في يوم اتقبض عليها بتهمة التشرد، معرفش دي تهمة او جريمة اصلا ولا لا، ولكن يعني ده اللي حصل لها ساعتها. وساعتها دخلت دار رعاية، لكن بعد فترة هربت منها وتم القبض عليها تاني، والمرة دي اتحكم عليها بالخدمة في مدرسة فينتورا للفتيات، ودي نفس المدرسة اللي خدمت فيها امها لما كانت في سجن القاصرات. التاريخ بيعيد نفسه، خرجت باربرا سنة 1939، بس المرة دي كانت عايزة تعيش حياتها بطريقة كويسة، فتجوزت وخلفت طفل وكمان اتعلمت. وسنة 1941 انفصلت عن زوجها الاول واتجوزت مرة تانية، بس جوازها التاني مدامش كتير بسبب ماضيها، وبدأت تاخد مسار جديد في حياتها وهو القمار والتعاطي، لحد ما تلمت على شلة من المجرمين، وانتهى بيها الامر في السجن بتهمة ممارسة الافعال الغير اخلاقية. وبعد خروجها من السجن اتسجنت مرة تانية بعقوبة لمدة 5 سنين بسبب انها شهدت شهادة زور لصالح 2 من المجرمين، وبعد انتهاء عقوبتها قررت تغير حياتها وما ترجعش تاني لحياة المجرمين دي، واشتغلت ممرضة واتجوزت للمرة الثالثة، لكن برضو ما طولتش في الجوازة دي ورجعت تاني لنفس طريق التعاطي، لحد ما تعرفت على تاجر مخدرات قد الدنيا وقررت تكمل حياتها معاه. اتجوزت من المجرم هنري جراهام، واللي عرفها على اصحابه المجرمين اللي كان منهم جون وسانتو وبيركنز، واتقال ان كان بينها وبين بيركنز علاقة محرمة. اقترح عليها بيركنز عملية سرقة هيكسبوا منها مبلغ مال كبير، وهي سرقة بيت السيدة مابل. السيدة مابل كانت مسنة ومعاقة جزئيا وعايشة لوحدها، يعني مش هتعرف تتصدى ليهم، وفي الحقيقة ان مابل ما كانتش غنية ولا حاجة زي ما هم فاكرين، دي يدوب كانت عايشة على معاش المرحوم جوزها. لكن بنت مابل كانت متجوزة من راجل عصابات في لاس فيغاس اسمه لوثر بي، ولما عرفت شخصيته الحقيقية وان هو مجرم وسمعته سبقاه، قررت انها تنفصل عنه وتسيب له البلد كلها وتعيش في مكان تاني. لكن لوثر كان بيحب حماته مابل وكان دايما بيزورها، فبدأت تنتشر اشاعات عليهم ان هو بيروح لحماته مش علشان بيودها وان علاقتهم كويسة، لا ده علشان يخبي عندها المسروقات من الفلوس والمجوهرات اللي بيسرقها. وفي شهر مارس سنة 1953 راحت باربرا وبيركنز وسانتو وشخص كمان معاهم اسمه باكستر لبيت مابل. خبطت باربرا على الباب وطلبت من مابل انها تفتح لها وتسمح لها تستخدم تليفونها علشان تطلب المساعدة، لان عربيتها اتعطلت هنا. واول ما مابل فتحت لها الباب بحسن نية، دخلت باربرا والتلاتة اللي معاها وبدأوا يسألوا مابل عن مكان المجوهرات والخزنة اللي عندها، لكن مابل انكرت انها تعرف اي حاجة عن الكلام اللي بيقولوه ده. باربرا فضلت تسألها عن مكان الخزنة
ولما أصرت مابل إنها ما تعرفش حاجة، باربرا اتضايقت منها جدا وفضلت تضربها ومسكت راسها وخبطتها في الجدار، سببت لها كسر كبير في الجمجمة، وقالت لبيركنز استمر في ضربها لحد ما تتكلم. ولما رفضت مابل إنها تتكلم، باربرا جابت مخدة حطتها على وش مابل، كتمت بيها نفسها لحد ما ماتت. وبعدها قلبوا البيت كله بس ما لقوش اي اثر للخزنة، ولا حتى لو اي مجوهرات ولا اي حاجة من الاشاعات اللي جم اصلا ينفذوا الجريمة علشانها. وتاني يوم اكتشف جثتها الجنايني او البستاني زي ما قلنا في الاول، ولما جت الشرطة وفحصت مسرح الجريمة كان باين في البداية ان دي جريمة سرقة عادية، لكن اكتشفوا ان محفظة مابل فيها 474 دولار، وكمان كانت لابسة سلسلة وخاتم ذهب. ومش بس كده، ده في نفس الغرفة اللي كان فيها جثة مابل اكتشفوا خزنة سرية فيها مجوهرات بقيمة 15,000 دولار، بس ما قالوش الخزنة دي كانت عبارة عن ايه. واضح انها كانت مخفية كويس لدرجة ان محدش من المجرمين فكر يدور فيها او فكر ان دي اصلا ممكن تكون الخزنة. بنت مابل عرضت مكافأة بقيمة 5,000 دولار لاي شخص هيقدم لها معلومة مهمة عن المجرمين اللي عملوا كده في امها. وبعد يومين من عرض المكافأة، جون واحد من المجرمين اصحاب زوج باربرا طلب يقدم شهادته بشرط ان الشرطة تبطل تطرده، وعمل صفقة مع الشرطة وشهد ضد باربرا وشيلها القضية كلها، وتم القبض عليها لكنها انكرت كل اللي قاله جون ده. ولما لقت نفسها هتشيل القضية كلها فحبت تفكر في اي حاجة تنقذها من السجن، فعرضت على واحدة زميلتها في الزنزانة كانت لسه داخلة السجن في نفس يوم اعتقالها انها تشهد لصالحها وتقول لهم ان يوم الجريمة هي كانت معاها. لكن السجينة لقت ان دي فرصة لصالحها انها تشهد ضد باربرا في مقابل تخفيف الحكم عليها، وده طبعا اضعف موقف باربرا اكتر واكتر، كل اللي رايح واللي جاي بيديها على قفاها. وبدأت الصحافة ساعتها تكتب ان باربرا بإشارة منها خلت 3 رجالة يرتكبوا جريمة قتل بشعة. وبسبب الكلام ده محاكمة باربرا ما كانش فيها اي فرصة لانها تدافع عن نفسها، لدرجة انها كانت متوترة وخايفة لما القاضي استدعاها لمنصة الشهود، ومن شدة ارتباكها وقعت على الارض وهي ماشية. وساعتها الصحافة كتبت انها ادعت ومثلت وقوعها على الارض علشان بس تكسب شوية تعاطف ووقت بتأجيل القضية. وقالوا ان وقت ما كانت بتشرح للقاضي هي قتلت مابل ازاي، كانت عمالة تبص لايديها وكانت فخورة بجريمتها. في النهاية تم الحكم على باربرا وبيركنز وسانتو بالإعدام، وما قالوش باكستر اتحكم عليه بإيه. وأثناء انتظارها لتنفيذ الحكم اتعمل معاها لقاء صحفي ولقبوها بيه دابس الدموية، يعني الخطيرة الدموية. والصحافة كانت بتحب تعمل معاها لقاءات لأنها بتزود نسب مبيعاته. ويوم 3 يونيو 1955 كان يوم تنفيذ حكم الإعدام في باربرا، والساعة 10 صباحا تم تجهيز غرفة الإعدام بالغاز، واللي كانت عبارة عن كرسيين من المعدن بيتربط كل سجين على كرسي، وبيتم فتح الغاز في الأوضة المقفولة دي واللي مفيش جواها أي هوا غير الغاز. وقبل دخول باربرا لغرفة الإعدام على طول تم تأجيل ميعاد التنفيذ للساعة 10:45، والساعة 10:43 تم تأجيله للمرة التانية للساعة 11. وقتها انهارت باربرا وقالت لهم انتوا بتعذبوني نفسيا ليه، أنا كنت مستعدة من الساعة 10. مستعجلة على إيه يا باربرا، دور الجاي. والساعة 10:28 طلعت باربرا من زنزانتها لغرفة الإعدام وطلبت منهم يغموا عينيها، فغموها وربطوها في كرسي الإعدام، وطلب منها الجلاد إنها تاخد نفس عميق وبعد كده مش هتحس بأي حاجة تانية. فقالت له وانت تعرف منين إن شاء الله إني مش هحس بحاجة، كنت جربت قبل كده ولا إيه؟ يا باربرا ما تموتي وانت ساكتة وخلاص. المهم قفلوا الغرفة عليها وفتحوا الغاز واللي شمته باربرا وراحت في ثواني. وبعد إعدامها ب3 ساعات تم إعدام بيركنز وسانتو، وكانت باربرا هي تالت سيدة تتعدم بالغاز في كاليفورنيا. بعدها اتعمل عنها فيلم بس كان مختلف وبحبكة درامية مليانة أحداث ما حصلتش في الحقيقة، وكان الفيلم بيأكد إنها بريئة واتعدمت ظلم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات في القضية دي، وخلونا ندخل على القضية الثالثة والأخيرة. يوم 18 نوفمبر 1899 اتولدت بيولا عنان صاحبة العيون الزرقاء والشعر الأحمر، بنت جميلة والعيون كلها عليها. لما وصلت لسن 15 سنة أبوها قرر يجوزها من بير ستيفنز عامل الطباعة، وعاشت الجو الأسري والمسؤولية وخلفت الطفل. بس بيولا كانت شايفة أنها ما عاشتش حياتها وأن كار الأمهات المحترمين ده مش كارها، فكانت بتخرج من ورا زوجها تسكر وتسهر مع الشباب لحد ما في يوم
كانت مع شاب في عربيته وكانوا سكرانين وكان سايق بسرعة، فعمل حادثة واتخبطت العربية في عمود، والكل ساعتها عرف باللي حصل، وزوجها لما عرف طلقها وخد منها حضانة ابنهم. حاول أبوها يجوزها مرة تانية لكنها المرة دي رفضت وهربت من البيت وراحت على بلدة لويسفيل، وهناك أعجب بيها الميكانيكي ألبرت عنان، كان شخص أكبر منها بعشر سنين وهي كمان كانت معجبة بيه، ولما طلبها للجواز وافقت، بس كان شرطها أنهم يعيشوا في شيكاغو بحجة أنها ما تقدرش تعيش قريبة من أهله لأن أخوه كان قاطع طريق وعضو في عصابة متخصصة في سرقة العربيات تحت تهديد السلاح. وافق ألبرت وخدها لشيكاغو، وهناك لقى وظيفة بستين دولار في الأسبوع، وكان أوقات بيشتغل ساعات إضافية علشان يقدر يسدد أقساط عفش البيت الجديد بتاعهم ومتطلبات بيولا اللي ما بتخلصش. وفي يوم عرضت بيولا عليه إنها تشتغل وتساعده، وطبعا هو ما صدق وكان فاكرها هتخفف الحمل عنه شوية، لكن هي الحقيقة كانت كل أحلامها وطموحاتها في الشال الفارو والبرفانات الغالية ومستحضرات التجميل. فضلت تدور لحد ما لقت وظيفة في مغسلة ملابس، وهناك اتعرفت على هاري السواق المسؤول عن توصيل طلبات المغسلة، كان معروف عنه أصلا ان هو نصاب وبيوقع الستات في حبه وبعد كده يبتزهم ويطلب منهم فلوس ويخليهم يصرفوا عليه، ومحدش كان بيحبه أبدا لأنه كمان كان شخص سريع الغضب ولسانه طويل، ولكن بيولا حبته وعلاقتهم اتطورت، وكانت كمان بتقابله في بيتها أثناء غياب زوجها، وطبعا كان بيطلب منها فلوس كتير طول الوقت، وبدل ما كانت بتساعد زوجها في سداد ديونه اللي بقت عليه بسببها، لا كانت بتساعد هاري واي طلب يطلبه كانت بتنفذه له، لحد ما في يوم كان عندها في الشقه طلب منها فلوس وطلعت له كل اللي كان معاها ساعتها واللي كانوا 6 دولار بس، وقعدوا يشربوا لحد ما بدا هاري ان هو يسكر ويقول لها انه مش مهتم بيها وعايز يسيبها لان علاقتهم بالنسبه له خساره وانه مش كسبان منها حاجه وخلاص زهق منها ومش عايز يكمل في العلاقه دي. واول ما اخذ الجاكيت بتاعه وقام علشان يمشي، جريت جابت مسدس زوجها وضربته طلقه في ظهره وقع على الارض، واول ما وقع جريت عليه مسكت ايده وقالت له انا ما كانش قصدي كده، لكن فجاه وهي قاعده جنبه لقت النبض بتاعه اختفى والدم بقى في كل مكان حواليه، فعملت حاجه غريبه جدا، قامت شغلت اسطوانه للاغنيه المفضله فيها وفضلت ترقص على جثته لمده 4 ساعات، وبعدها اتصلت بزوجها وقالت له ان في شخص اقتحم بيتنا وحاول يعتدي عليا فضربت رصاصه. فرجع ألبرت للبيت واتصل بالاسعاف والشرطه، والدكتور اللي فحص جثه هاري بلغهم ان هاري مات من نص ساعه بس وان هو فضل عايش وبينزف اكتر من 4 ساعات. تخيلوا واحد بيموت لمده 4 ساعات والموسيقى شغاله جنبه وفي واحده بترقص فوقه، نهايه مأساويه بصراحه. الشرطه اخذت بيولا للاستجواب لكنها فضلت متمسكة بأقوالها إن هاري حاول يعتدي عليها وعلشان كده هي قتلته، لكن أول ما بدأت تفوق من تأثير الكحول اللي كانت شرباه اعترفت إنها قتلته بسبب إن هو كان عاوز يسيبها، وأثناء استجوابها أغمى عليها 5 مرات من كتر ما هي منهارة على هاري. أما ألبرت فكان مصدوم يا عيني وقال لرجال الشرطة إنه كان مغفل وكان بيشتغل لمدة 14 ساعة في اليوم علشان راحتها، لدرجة إنه كان خلاص سدد كل الأقساط وكان باقي قسط ب 100 دولار بس. وبعد أول جلسة محاكمة لبيولا ظهرت وهي منهارة وكانت عمالة تعيط، ولما الصحافة اتكلموا معاها فضلت تشتكي انها مش عارفة تاكل الكريمة اللي بتحبها وان الحياة في السجن مملة لان الراديو للأسف مش بيذيع الا الترانيم الدينية ومفيش اي موسيقى ولا اغاني. اما اخو هاري ومراته قالوا للصحافة ان محدش بيحب هاري اصلا، وانهم مستغربين ليه بنت جميلة زي بيولا تحب شخص زي هاري، وانهم متأكدين ان محدش في الحياة دي كلها بيحبوا غيرها. اما عن ام بيولا فقالت للصحافة ان وجود بنتها في السجن وسط كل المجرمين دول كأنها بالظبط زهرة وسط الأعشاب الضارة. يا سلام على الغزل. قدرت بيولا انها تخدع زوجها تاني وخليته باع كل عفش البيت اللي كان مداني علشانه اصلا، وباع اي حاجة يملكها علشان يعين لها محامي بالفلوس دي لان ابوها رفض يساعدها وتبرى منها. وفي المحاكمة النهائية لبيولا الكل كان بيتعامل معاها بمنتهى اللطف والكل كان منجذب لجمالها حتى هيئة المحلفين، والمحامي كمان اللي سألها بكل برود وقال لها هو انت قتلت هاري؟ قالت له ايوه. قال لها ليه؟ قالت له لانه كان هيقتلني، هو جاي للبيت وكان سكران وترجيته يمشي لان ده ميعاد رجوع زوجي من الشغل، فرفض يمشي وقال لي تعالي نشرب سوا الاول، ولما وافقت وشربت معاه قلت له خلاص شربنا
لازم تمشي بقى قبل ما زوجي يرجع من الشغل ويضربنا بالنار احنا الاتنين. فقام وقف وشغل الاسطوانه وشدني من ايدي لاوضه النوم، فترجيته يمشي. فقال لي انت شبه واحده خدعتني قبل كده ودخلت السجن بسببها. وصرخ وقال لي فين المسدس؟ فجريت بسرعه جبت المسدس، ولما جه يشده من ايدي زقيته وضربته رصاصه. لكن كان واضح طبعا التناقض في كلامها، لان الصراعات اللي زي دي عاده بيكونوا الشخصين اللي بيتخانقوا وجها لوجه، فازاي الطلقه كانت في ظهر هاري وهو واقف بيتخانق معاها وش لوش لما ضربته؟ لكن في النهايه القاضي صدقها وحكم عليها بالبراءة. وساعتها انهار ألبرت زوجها وهو بيعيط من كتر الفرحة. ولكن بعد حكم البراءة بيومين اتنين بس، بيولا ادت له حتة بومبا وراحت للصحافة بلغتهم انها طلقته لانه شخص ممل. ولما سألوا ألبرت قال لهم انا مش مصدق هي ازاي اتخلت عني بكل سهولة بعد كل الوعود اللي كانت بيننا دي. بس برضه بيولا ما عبرتهوش. وبعد سنة اتجوزت من ملاكم اسمه ادوارد، وانفصلت عنه واتخطبت لشخص تاني اسمه ماركوس، لكن جالها مرض السل وماتت في المستشفى بعد ما اتصالحت على ابوها، وازواجها السابقين كلهم حضروا جنازتها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اكتبوا لي بقى رأيكم في التعليقات في كل قصة، وما تنسوش لايك شير واشتراك، وخلوا صندوق الحواديت يتملي، وبعدين نتقابل.